ما هي إبرة الطوارئ أو إبرة الإبنفرين أو الأدرينالين التلقائية؟ هي إبرة تحتوي على دول إبنفرين تستخدم في حالات الصدمة التحسسية للأشخاص اللي عندهم حساسيات غذائية. تجي الإبرة نفس ما نشوف بنهايتين زرقة وبرتقالية. نمسكها بهذا الشكل لما نحتاج إن نستخدمها. النهاية الزرقة تكون باتجاه السماء، تذكروا لون السماء أزرق فزرقة زرقة، والنهاية البرتقالية تكون باتجاه الفخذ اللي هو المكان اللي راح نقص فيه الإبرة. إحنا نقول بالإنجليزي blue to the sky, orange to the thigh. الأزرق النهاية الزرقة تعتبر مثل الصمام، لازم نشيلها عند الاستخدام عشان تطلع الإبرة، ونوجه الإبرة باتجاه الجزء العلوي الخارجي من الفخذ حتى فوق الملابس، ونضغط ونسمع الكليك ونعد 1 2 3 4 5، نشيلها نقطها ونروح المستشفى. أدعو عافية.